يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الأحد الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة الشقيقة. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.